السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعين قناة أرابيك سكتش أب، أهلا بكم. أهلا بكم في درس جديد. النهاردة نتكلم عن أداة موديفاي اسمها فيلت، أو من جواها كده هنلاقي شامفر أو بلنت كيرفرز. أوكي، لو صيت بتاعنا ودوسنا أول حرف إف هنلاقي بالظبط كده. معلش كده لحظة، لا شكرا مش عايز. اوكي، لو دوست اول اف كده هلاقيها جت لي اول واحده. فيلت ده عباره عن ايه؟ طبعا فيلت عباره عن ان انا مثلا لو انا عندي كده شكل بالظبط كده وعايز مثلا اعمل ده كيرف، فبدل مثلا ممكن اروح عامل دايره في النص هنا واعمل كده ثم امسح الجزء ده بترم زي ما احنا خدنا والجزء ده بترم، فالحوار هيبقى رخم معايا شويه. فبالظبط امر فيلت اللي انا عندي الشكل ده، بقول له انا عايز ريدياس من هنا ومن هنا يكون بقيمه مثلا وليكن عباره عن مثلا 5 متر. هو بياخد لي 5 متر من هنا 5 متر من هنا ويعمل لي زي نص كيرف بحيث الشكل يبقى عامل كده. ده كده بالظبط شكل الفيلت معايا. الشامفر احنا خدناه قبل كده في قلب المستطيل بياخد الشكل عامل كده بالظبط، كأنه جاي سكينة بالظبط مش جاي بشكل دائري. تمام. نيجي نشوف كده، نيجي نرسم مثلا معانا ادي اهوت مستطيل جميل جدا او مربع حسب دوس حرف الفيلت من هنا او من فوق هتلاقي من موديفاي بتاعه او دوس اف انتر هلاقي عندي حاجه اسمها بولي لاين وريدياس وتريم وملتبلاي. اوكي، نيجي نمسك اي حاجه واحده واحده. دلوقتي لو انا معايا بولي لاين، احنا عارفين البولي لاين بيكون جسم كله متماسك عن بعضه، فانا لما اجي مثلا اعمل فيلت واعمل بولي لاين ثم اختار الريدياس بتاعتي، تمام، اخترت مثلا البولي لاين اول حاجه، سوري معلش، عشان بس نمشي واحده واحده وما زدتش في السرعه. فبولي لاين ان انا لما اجي اعمل فيلت فهيعمل لي لكل الاطراف بتاعه الفيلت، يعني عندي الضلع ده والضلع ده هيعمل لي فيلت ما بينهم، الضلع ده والضلع ده هيعمل لي فيلت، ده وده هيعمل لي فيلت. فادوس انتر تاني واختار بولي لاين، اخلي الراديوس بتاعي مثلا وليكن اجرب 2 وادوس انتر. نيجي نجرب ده اهو، شايفين كل شكل الشكل عامل معايا ازاي اهو بالظبط، ده الشكل المفروض يكون موجود. نيجي نعمل تاني اف انتر بي انتر اللي هو بولي لاين اول حرف بي ثم الريديس بتاعي مثلا ممكن نخليه 5 المره دي ودوس كده بالظبط، هيعمل لي اهو لكل اي كورنر موجود في قلب البولي لاين هيعمله. ده مثلا بيستخدم لو انا مثلا ايه عندي حديقه كبيره وعامل مثلا وليكن مثلا دي كانت حديقه، عندي مثلا دي كده حديقه حلو، وجيت حبيت مثلا اعمل بلنتر اللي هو بتاع يعني مثلا كده وكده كده 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 كده، المهم يعني مثلا كده عملت حاجات كتير. طبعا لسه همسك فيلت واعمل كل اتنين مع بعضهم والكلام ده، فالدنيا هترخم معايا شويه. فممكن اروح محدد دول اللي هم مش بول لاين واخليها جوينت بحيث يبقوا بول لاين على بعضه، ثم ادخل على الامر اف اوكي فيلت ثم البول لاين واخلي مثلا الريديوس اخليها 2 وادوس انتر هيظبط لي كل 2 مع بعض. شايفين حتى دي كده اهي جت بجرف معايا. دي بالنسبه لو انا مستخدم امر بولي لاين. ممكن نجرب مثلا في المستطيل اهوت ده مستطيل على بعضه بولي لاين لانه كله متماسك. اوكي، ندوس برده كده اف انتر ثم بولي لاين نخلي الريديوس بتاعي مثلا نخليه 7 وندوس على ده كده. بص شايفين اللي حصل، الشكل كله حصل له كده بالظبط. حلو. نيجي ندوس ثاني على فيلت هنلاقي امر عندي اسمه ريديس، ده لو انا عايز اعمل شكل على طول. شكل على طول ازاي؟ وليكن مثلا انا يعني ايه مثلا هقولها لك ازاي، وليكن مثلا ده بيت معايا اهوت، حلو ده بيت اهوت، ودي مثلا حلو، ودي مثلا يعني اقولها لك ازاي. بص لحظه كده، نخلي مثلا دي انتر، نخلي دي ونص، اوكي كبيرة صغيرة قوي، نخليها 10 لأن أنا مستخدم صراحة سكيل كبير باين. تمام، بص أمر فيلت ممكن أخلي الفيلت ده لو ريديس بزيرو أوكي ممكن أخلي مدوس دي مدوس بعد بعض هيعمل لي طبعا كيرف. تمام، فدوس فيلت إف ثم أخلي الريديس بتاعي طبعا بدل 7 زيرو، فبالنسبة لي قفل كل الأشكال مع بعضها. برضه بمعنى ان الفيلت مش لازم يكون بزاويه، ممكن الفيلت ده يقفل بخط مستقيم مع بعض ما دام الريدس بتاعي بصفر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي خط اهوت ثم خط ثم خط ثم خط، عايز اقفل الكلام مع بعض ده ادوس اف انتر
ادوس radius عشان اتاكد اخلي radius بتاعه بزيرو عشان لو كان مثلا واحد او اي حاجه، ثم اختار الامر ده مع الامر ده. حلو حلو، اختار نفس الامر ده مع الامر ده، اختار الامر ده مع الامر ده، اختار الامر ده مع الامر ده تاني. اوكي اوكي او بمعنى تاني، بدل ما كل واحده واحده لسه هدوسها، ممكن ادوس امر فيلت ثم اختار مالتي بلاي، اللي هو انا اعمل فيلت ورا بعضه، مش لا اعمل اول امر ثم ادوس انتر تاني عشان ارجع للامر من اول وجديد، فادوس مالتي بلاي واظبط الريدياس بتاعي اخليه صفر. اوكي اوكي امسك ده مع ده في نفس الوقت، اهو الامر لسه شغال معايا من غير ما ادوس اي حاجه تانية، اهو اهو. اوكي اوكي ممكن يعني ايه برضو، ممكن في حاجه تانية، لما ادوس مثلا اف انتر فيلت بتاعي هيجي امر تريم، هيقول لي انت عايز تمسح الشكل بعد ما يتعمل ولا ما يتمسحش، فاقول له مثلا ما تمسحوش، فما يجي يعمل مثلا تريم ده مع التريم ده، سوري سوري، ما اجي اعمل مثلا الامر ده مع الامر ده، طبعا الله الله radius مثلا 5 اهو، هيعمل لي الريديوس بتاعي الفيلم بتاعي وهيسيب الشكل الاصلي معايا. فانا الصراحه ما بستخدمش الشكل ده، واتمنى ان محدش يجي يترم، خليها زي ما هي ترم، خلي ده المعقول بتاعي. يبقى انا بلعب في كام حاجه، بلعب في بول لاين لو انا عندي الشكل كله متماسك على بعضه وعايز العب في الشكل بتاعه، او ريديوس لو انا عايز اعمل امر مره واحده، يعني مثلا ايه عايز اجيب الشكل ده مع الشكل ده على طول، فيلك كده ريديوس، اقول له الريديوس بتاعي 5 انتر. اوكي كده اهو، ده كده مثلا طرف السلم عايزه يبقى كده على طول. حلو حلو، او ان انا اعمل مالتي بلاي اللي انا اخليني استخدم فيلت ورا بعضها. تمام يا كبير، تمام تمام معايا. تمام نيجي تاني امر معايا، وهتلاقي امر اسمه تشامفر، طبعا في قائمه الامر فيلت، لو دوست حرف سي اتش هتلاقي سي اتش ايه الاختصار بتاعه ثلاث حروف. اوكي اوكي تشامفر زي ما احنا قلنا بيعمل سكينه بالظبط، مش بيعمل زاويه او بيقفل زاويه مستقيمه، لا بيعمل سكينه. يعني مثلا سكينه ازاي، انا عندي الشكل اهو نيو، انا عندي الشكل بتاعه اهوت، بقول له اعمل لي شامفر 5 5، بياخد من الضلع ده 5 وياخد من الضلع ده 5 ويروح قاصص، يبقى الشكل بتاعي كده، واخد من هنا 5 وخد من هنا 5. اوكي اوكي نيجي نشوف الحوار، نشوف الحوار، نعمل مستطيل معانا اهوت، ثم ندخل امر شامفر، هيجي برده يقول لي بول لاين والكلام ده كله، فاقول له بول لاين، هقول له هيقول لي انت عايزها بمسافه، مسافه ازاي اللي انا اخد من هنا مثلا 5 وهنا من 5، او عايز تعمل لي انجلي بتكون زاويه بطريقه، فانا بعمل لي الصراحه بديستانس احسن، اقول له خد لي من 1 5 ومن واحد تاني برده 5 وادوس كده، هياخد لي من هنا 5 ومن هنا 5. طب نيجي نجرب حاجه ثانيه، نجرب سي اتش اي انتر بول لاين، نقول له مثلا خلي واحده 10 واحدة 25 ونجرب كده اهو، خد من هنا واحدة 10 من فوق واحدة من 25، نجي من فوق خد ال 25 ومن هنا 10. تمام تمام ندخل تاني على سي اتش اي ونقول له مثلا بولي لاين، ثم نقول له خلي انجلي، يقول لي انت عايز الطول الاولاني اللي انا هلعب فيه كام، نقول له 20، يقول لي طب عايز الزاويه هتتاخد من 20 ازاي؟ يعني هو مثلا بيطلع من النوت الزيرو 20 متر مثلا او 20 سم حسب، ثم ياخد زاويه بقى اللي احنا هنعملها، فاقول له مثلا عايز انزل على زاويه 30 وادوس هنا كده. والله يا جدعان اللي حصل كالتالي، تمام تمام خد من هنا، طلع من هنا من النوت الزيرو 20 ثم خد زاويه من هنا 30. تمام تمام بس ده اللي عمله. نيجي نجرب الزاويه اللي هو خدها ونتاكد منها، اهي الريديوس اهي، والله 30 يعني شفته اهو، ما كدبتش عليكم في اي حاجه. نيجي ندخل تاني سي اتش اي شامفر بول لاين، نخلي الانجلي ممكن، طب ماشي خلي اول طول معايا 30 انتر، ونخلي الزاويه يا عم انا خليك الزاويه كام 55. حلو ونجرب ده كده يا باشا، انت بتهزر معايا؟ والله ما بهزر، بص انا هوريك ايه اللي حصل بالظبط. ماشي هدي كده، الباشا نزل من فوق هنا اهو، نزل 30 اهو. حلو، وطب خد زاويه ازاي؟ انا قلت لك احنا عملنا الزاويه 55 اهو، والله خد زاويه 55 بالظبط اهو، انا ما غلطتش معاك ولا ضحكت عليك. اوكي اوكي ندخل سي اتش اي تاني شامفر، ثم نيجي على البولي لاين، لا نخلص بولي لاين، نيجي على المسافه الديستنس اللي هي موجوده جوه البولي لاين، بس الفرق ان البولي لاين ان انا بعمل الشكل كامل على بعضه، اما ديستنس لو انا عامل عندي مثلا يعني ايه امرين كده،
لو انا مثلا ايه عندي مثلا اهو اشكال كتير، بس في الاول في الاخر انا عايز اعمل بس دمت لوحدهم او دي لوحدها. فمثلا بروح دايس سي اتش اي ثم اقول له ديسنانس خليها مثلا 10 انتر 10، معلش عايزك الشكل بس مع الشكل ده، خلاص كده مش هيعمل لي ده كله بول لاين لان انا ما كتبتش بول لاين، وكمان الشكل مش متقفل. او ممكن لو انا عايز اعمل كل الاطراف من غير مثلا يعني اطراف معينه، الاثنين دول والاثنين دول مثلا والاثنين دول، طبعا مش لازم مش هقعد ادوس شامفر واختار تاني ديسنانس والكلام ده كله، هروح داخل على الامر مالتي بلاي واختار بقى مع بعض اهو، شايفين؟ تمام. في نفس الوقت برضو ممكن اختار هنا حوار التريم واقول له اعمل لي نو تريم. نو تريم اللي هو هيقفل لي الشكل ولكن هيساب لي خط العمل الاساسي بتاعي، تمام؟ اهوت واهو. اوكي. لو انا عملت تريم نو تريم، قصدي عملت تريم ثم عملت تريم اللي هو امسح، لما يجي يعمل كده هيشيل خط العمل بتاعي. طبعا الانجل اللي احنا قلنا بياخد طول ويحط الزاويه بتاعته. تمام. ده كده كان تاني حاجه معايا. نيجي تالت حاجه معايا، حاجه اسمها بلند كيرفرز. طبعا انا ما استخدمهاش كتير والله ولا لي اي علاقه فيها، بس مش عارف اقول لك ازاي والله. يعني بيقفل، يعني مثلا عندي خط اهوت، خط اعمل لي كيرف بين ده وده، عمل الشكل ده. او اختار شكل زاويه كده تنجت من فوق، او يكون شكل سموس. اوكي ده مع ده كده، تمام. عادي من فوق بص هتلاقي ده جاي سموس الكيرف وده جاي زي زاويه على بعضها، بس كده. ده الامر معايا انا والله ما بستخدمه ولا اي حاجه، لان يعني معظم الحد كله بستخدمه الصراحه في امر فلت اكتر امر بستخدمه. كده يكون خلصنا حلقه النهارده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.